السلام عليكم. المديرية العامة لشؤون المخدرات أعلنت عن إحصائية لسنة 2023 أكدت على إتلاف أكثر من 3.5 طن من المواد المخدرة وأكثر من 15 طن من المواد ذات المؤثرات العقلية. أيضا دائرة الطب العدلي أتلفت أكثر من 1,000,000 حبة مخدرة و33 ألف طن من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. أرقام مرعبة وكبيرة تعلن عنها وزارتي الداخلية والصحة. هنا مجهود إلقاء قبض وإحصائيات سنوية، وهنا عمليات إتلاف. دائما ما نسأل أين تذهب هاي الأعداد الكبيرة من المخدرات، ونأكد في كل حلقة بأن هي عملية إتلاف ممنهج ومرتبة، يعني تكون بإشراف وزارة الصحة ولجنة قضائية ووزارة الداخلية في سبيل أن تتم العملية بكل نزاهة. اليوم أريد أنوه على قضية مهمة. سنوات ونحن نبحث في ملف المخدرات وننبه المجتمع وأيضا منظمات المجتمع المدني. جهود الدولة استثنائية بهذا الجانب. دائما نقول نحتاج إلى مراقبة من الأهل والمؤسسة التربوية. اليوم الحالة شوية تفرق. عندي تنبيه من نوع خاص. كل إنسان ممكن أن يكون عنده أعداء. هسه مرة أعداء النجاح، مرة أعداء لأن أنت تطلب فلوس لفلان من الناس، واحد من أقاربك من أصدقائك يريد يأذيك، حالات مختلفة. اليوم أخذنا نموذج وعينة مختلفة عن الحالات السابقة. يعني شاب عنده تعامل مالي مع صديق له، ما قدر يسدد المبلغ المالي وبالتالي دبر له قضية مخدرات. أخذت نموذجين اليوم وقلت الحالة مختلفة اليوم، لأن نحاول أن نبين أحيانا الحالات الانتقامية ممكن أن تكون ذات تأثير كبير. اليوم اتهمه لصديقه بأن هو أشبه بالمخبر السري، لأن يقول هو اللي وضع هذه البضاعة في سيارتي، ولكن رغم الفصل العشائري ورغم التمييز بقى الحكم ونحكم عليه أكثر من 7 سنوات. إذن نستمر في كل أسبوع ورحلة في عالم المخدرات من أخطر العوالم وأيضا انعكاساتها الخطيرة على المجتمع العراقي. إذن نبدأ في رحلة جديدة وبرنامج مدان خلف القضبان.
موجز أخبار مكافحة المخدرات. مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بخلية الصقور تتمكن من إلقاء القبض على متهم قام بعدة جرائم، منها تفجير دار أحد منتسبي مديرية شؤون المخدرات في كربلاء المقدسة برمانة يدوية، والذي يعد من أهم تجار المخدرات والأسلحة. محكمة الكرخ تصدر حكماً بالإعدام بحق مدانين اثنين ضبط بحوزتهما كيلوغرامان اثنان من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين في منطقة الشعلة. الحكمان صدرا وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. خلي أبدي وياك حميد، وضحت قضيتكم ابتداء آني وافتهمت الموضوع، أريد توضح على الرأي العام شنو اللي وصلك لهنا وشو صارت القضية مالتك. استاذي تاريخ القضية مالتي 28/11/22 أنا عندي صاحبي وصديقي أطلب فلوس 9 ملايين عراقي، انطيت له قرضة حسنة. انت شنو عملك بالاصل؟ انا سائق مال تريلا. سائق تريلا؟ ايه، اشتغل بازيان اصل يمانية اسمنت احمل. ايش قد مواليد انت؟ انا 1991. 91؟ اي نعم. زين، خابرته اطلب فلوس يعني، وعدنا عليه اسبوع ايام، قال لي انطيك اياهن، عنده مريض هو، قال لي من خابرني تطلب 9 ملايين. اطلب 9 ملايين، انا سويت عليه يعني انسانيه، قال عندي مريض وعمليه، انطيت اياهن. ورا فتره خابرته قال لي انلحيت علي شويه، قال لي تعاني بالخمسه كيلو، انا بمدينه الرمادي يعني بمحطه الانبار، قال لي تعاني مسافه قصيره يعني، تجي علي تعطيك حسابك. طلعت علي بالليل لقيت عنده علاقه هيك شايله، قال لي بس نودي ذن الملابس، عندي مريض بالمستشفى، مستشفى الصفا طبعا، قال لي بس نوديهن للمريض تا توصلني، وما عنده سيارة. زين، طلعنا نيا شايل علاقة هيجي كبرها، بس ما أدري شنو بيها، ما أدري، بس ملابس، قال نوديه نوصله للمريض ونرجع. وصلت قبل ما وصلنا المستشفى الصفا لقينا جريمة المنظمة لازمينا كمين يعني سيطرة، ما أعرف الويبة شنو، لبس مدني قبل، قام يرمون على سيارتي ما أعرف شنو الويبة، شكو اخذوني شدهم عيوني واشتاف ورا وصعدوني واخذوني انا والسياره، وهذا هدوه اخذوه ويانا، بعدين من طبينا قاضي للجريمه هو هدوه وانا بقيت. يعني معناها اكو بلاغ، هو بلغ بيه صاحبك؟ ايه، صاحبي اللي اطلبه 9 ملايين هو بلغ بيه، وصلني وما ادري شنو، بعدين جابوا لي من طببوني بجريمه شتل وهاي تعذيب، طببوني جابوا لي هاي العلاقه هاي القدات، قال ماي الحب منين جايبه؟ الياباني ما عندي حب، انا صعد وياي هاي صاحبي فلان لفلان، وصعدت وياي وجبته للمستشفى، يقول لي شفت علاقه عنده بس بيها ملابس هاي، ما ادري اذا بيها حبوب، قال لا تدري بيها حبوب، قول لنا منين جبتها. وبدا التعذيب، يابا والله موليه، والله لهذا الولد، هو هدوه قالوا له روح انت بنفس اللحظه، قالوا له هاي خلصت مهمتك روح انت بعد، انا بغيت تعذيب علي كتل وتعذيب، تعال يقول انا تاجر، قول انا متعاطي ابلع حبوب، قول انا كذا، قول انا ناقلهن، بعدين ما لي يعني، قلت له لا تاجر ولا شيء، سووا لي اياهن علي انا ناقلهن من هذا المكان لهذا المكان، سووني ناقل يعني، صعدوني قاضي بدائي، من صعدت قاضي بدائي هو القاضي تابع الجريمه المنظمه طبعا، هذا غير اريد انكر يمه مثلا اقول له السالفه واحده اثنين ثلاثه مو لي، قبل حن على الجهه المختصه، هو مدونني وكامل مبصميني، مدونيني تدوين كامل بالجريمه المنظمه، وصعدونا على القاضي تابع لهم، غير يفتهم اريد انكر انا مصيري، حدد مصيري انا مو لي ذني. المشكله كبيره جدا، مجتمع تعرض لكثير من الهزات،
مجتمع تعرض لكثير من المشكلات سواء على الصعيد الاقتصادي السياسي الاجتماعي نتيجة حروب وحصارات. بالمقابل هذه انعكست سلبا على البناء القيمي والمنظومي بالمجتمع العراقي بشكل عام. وأكثر ما عانينا من عنده أنه هي موضوعة المخدرات، خصوصا بعد أحداث عام 2003، لدرجة أنه كانوا يقولون سابقا أنه العراق كان بلد عابر، الآن صارت المشكلة كبيرة جدا. عملية مواجهة هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود عدة مؤسسات، أنا أتحدث عن مؤسسات على مستوى الدولة، يعني وزارات الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، التربية، العمل والشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، حضراتكم، شبكة الإعلام، هذه كلها تعمل مع بعض، كأنه خلينا نسميها بهذا المعنى، أنه نشكل فريق متكامل من هذه الوزارات، كل جهة تأخذ على عاتقها مسؤوليتها حسب اختصاصها. أنا أركز على أهم وزارتين بعد الداخلية والدفاع، مثل ما حضرتك قلت أنه أمنيا تمكننا أنه إحنا نواجه هذه الظاهرة، وأكو عمليات اعتقال للمروجين أو للتجار اللي يتعاملون بهذه نوع من الجرائم. الجانب الثاني يقع مسؤوليته بشكل كبير وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة. خليني أبدي لك من تحت. وزارة الشباب والرياضة، إنه إحنا من الممكن نفعل دور مراكز الشباب اللي كانت موجودة سابقا، نحتضن الشباب، نخليهم ينشغلون بأعمال من الممكن ترفع من قيمتهم نفسيا واجتماعيا، بشكل دورات، شكل نشاطات رياضية، شكل نشاطات فنية، شكل أنشطة على مختلف الجوانب، بحيث أنه أنت تجعل من هذا الشاب في مكان يفرغ به الطاقة اللي يحتاجها، حتى ما يروح إلى شخص آخر من الممكن يحتضنه ويشبع عنده الحاجات اللي هي دفعته إلى أنه هو يمارس هذا السلوك. فبالتالي انه احنا لما نحتضن هذه الشباب ونحتضن هذه من طريق عن طريق الفعاليات، عن طريق الأنشطة، سواء صفية سواء لا صفية، سواء على تعامل مع بقية مؤسسات المجتمع، اعتقد من الممكن انه احنا نحد من اندفاع الشباب نحو هذه. المسألة الثانية موضوعة وزارة التربية، طبيعة المناهج، طبيعة الأنشطة اللي تمارس بالمدرسة، حملات التوعية، دور المعلم، ننهض بمسؤوليات هذه الوزارة، بمعنى أنه أنا من الممكن أخلق من المعلم قدوة أو نموذج أجعله أمام طلابه كصورة حسنة، كصورة جيدة، من الممكن الطلبة يقتدون به، فبالتالي من الممكن يمارسون السلوكات اللي هو يمارسها. احنا عندنا في علم النفس نظرية قائمة بحد ذاتها اسمها نظرية التعلم الاجتماعي، اللي هي النظرية القائمة على الملاحظة والتقليد، انه تنطلق من فكرة رئيسية واساسية انه الانسان كان اجتماعي يكتسب سلوكاته من الاخرين، دول الاخرين هم نموذج، اذا بمعنى انه لو كان هناك نموذج جيد، نموذج قدوة، نموذج يتمتع بصفات وخصائص، من الممكن انه الطالب او التلميذ او خليني اسمي اخذها على مراحل النمو المراهق يقتدي به. من الممكن أنا أقلل من اندفاع هذا المراهق نحو جماعات قد تخرج عن طريق المنظومة القيمية اللي سائدة بالمجتمع. لاحظ إذن أنه أنا من الممكن أقوي أدوار تربوية موجودة في المدرسة، وحتى من الممكن وزارة التربية، وهذا أنا دائما أتحدث بها، أنه ما الضير إذا جعلنا أنه إحنا رياض الأطفال نجعلها إلزامية حالها حال الابتدائية، ما الضير، ونعمل وسائل تحفيز وتشجيع للعوائل على أنه هي تدفع أطفالها باتجاه أنهم ينتمون إلى يسجلون في عملية الرياض، فبالتالي أنا أبدأ أساهم بإعداد جيل من الممكن يواجه لهذا الخطر. إحنا القادم أخطر، لأنه من الممكن هذا الجيل بعد 10 سنوات أو 15 سنة من الممكن يصد إلى مسؤولية، فإذا كان هذا الجيل منهم من هو غير قادر على أنه هو يعد نفسه ويبني نفسه
ثقافيا واجتماعيا وحتى معرفيا، فكيف من الممكن راح تصبح شكل هذا المجتمع؟ فلهذا هذا الدور مهم جدا، حتى طبيعة المناهج، حتى طبيعة الأنشطة اللي أمارسها أنا بالمدرسة أجعلها أنشطة تبين لي مخاطر هذا الوباء، تبين لي مخاطر هذه المشكلات. احنا الآن اللي نعمله نخوفه قانونا، انه انت اذا مارست اذا تاجرت بالمخدرات، اذا تعاطيت بالمخدرات، اذا ادمنت بالمخدرات، انا راح اعاقبك، راح احبسك، راح كذا، انفذ عليك القانون. هذا جيد وممتاز، لكن بنفس الوقت انه انا احمي هذا الفرد قبل ان يصل الى مرحلة العقوبة. عملية حماية هذا الفرد قبل الى ان يصل الى العقوبة هو يتحملها بشكل كبير وزارة التربية. ليش؟ لان هي المسؤولة عن اعداد الجيل واعداد النشء. فمن الممكن ادخل فعاليات بالمدرسة تظهر مضار التعامل مع المخدرات، اعمل حتى جولات لبيوت الطلبة نفسهم، التقي في مجالس الآباء والأمهات، ابين مخاطر تسرب الطالب من المدرسة، غيابه عن المدرسة، ضعف متابعة الوالدين إليه، لأن هذه من الممكن تدفع إلى أنه هو يروح إلى جماعات يمارسون هذه المخدرات. زين، اسمح لي حميد، شنو اللي يثبت بأن هذه الحبوب ما تابعة إليه؟ للقانون على الأقل. يثبت أنه اللي لزمني بسيارتك. يثبت هذا المصدر اللي لزمني. زين، المصدر وياك بنفس السيارة؟ بنفس السيارة. ولزموك بسوى أنتو؟ أي نعم. وهو هدوه وأنا بقى. زين، أنا اللي أعرفه إذا أبو تاكسي وصاعد ويا واحد شايل علاقة يبتلي أبو تاكسي وياه. زين، هو ليش عرفه؟ أنا مو أبو تاكسي، راح أوضح لك الصورة. لا افتهمت الوضع، بس أنا أقول لك إحنا صورنا حالات. نعم. شخص ما له علاقة يشتغل على باب الله. نعم. لما يفوت شخص شايل مخدرات يبتلي شو وياه، يصير بالقضية وياه. نعم. فأنت هنا شلون ليش طلعوا من القضية لهذا؟ هذا ثبت إنه مصدر، أنا بثناء التعذيب والتحقيق قالهم هذا تابع لنا. احنا دزي لك اياها، يعني بيج بالقلم العريض حكوا لي اياها، قلت لهم يابا الحب مو الي، اذا اكو حب صدوق ولاقين حب هذا اللي صورتوني يمي، هذا تابع علمي لهذا الشخص، هو اللي لزمني، هو قبل هالدور. انا صعدوني وين؟ صعدوني للقاضي البدائي قبل، قال حن على الجهه المختصه، هي طبعا الجهه المختصه المخدرات. أنا من وصلت المخدرات ما دونوني، خلوني علي فادم مدون بالجريمة المنظمة. صعدوني وين؟ صعدوني جنايات، صعدت ورا 4 أشهر 3 أشهر صعدت جنايات. قلت له سيادة القاضي أنا ما عندي، يعني هذا مو إلي، أنا تابعات لهذا الشخص، وهذا الشخص علي مذكرات، يعني أنا صعدت علي شاهد متهم، وهذا علي سوابق قبل، يعني وعلي يعني دعوتين صادرة بي من القضاة، هي وين؟ بالمخدرات. احنا لاحظ المؤسسة التعليمية حالها حال بقية المؤسسات تعرضت للهزات نتيجة هذه الظروف، يعني نتيجة ما مر به هذا المجتمع بشكل عام. كليتنا احنا عايشين هذه الفترة وهذه المرحلة، ظروف الحصار، ظروف الحرب، ظروف 2003، ظروف أحداث 91، عملية الأحداث بدخول الكويت، هذه كلها أثرت على المنظومة البنيوية للمجتمع. فجزء من المنظومة البنيوية للمجتمع هي كانت المدرسة، لهذا خرج الطفل أو الابن من المدرسة إلى الشارع لكي يعيل العائلة، فبالتالي أصبح دور رقابي للأب ضعيف. هذا ضعف الدور الرقابي للأب جعل الطفل أو الابن المراهق، إذا نحسب من 80 لحد الآن ومن 90 لحد الآن، لاحظ الأعمار اللي عاشت هذه الفترة، هذه المشكلة لما انضاع دور الأب وضعف دور الرقابة من الممكن احتضن الآخر. عملية الاحتضان من قبل الآخر هو أصبح بديل، أشبع حاجات هذا الشخص أو هذا الطفل بشكل ولد نوع من الارتياح لدى هذا الطفل أو هذا المراهق، مما جعله ينتمي إلى هذه المجموعة على حساب الانتماء للأسرة. المدرسة تعرضت لهذه الهزات،
تعرضت انه في فتره من الفترات المعلم فقد دوره، فقد اهميته. لما المعلم فقد دوره وفقد اهميته فقدنا النموذج، لان المعلم لما انا هسه اريد اضع مؤسسات لعمليه المشاركه في التنشئه الاجتماعيه، لاحظ بمن ابدي؟ ابدي بالاسره اللي يضم الوالدين والاخوه، ثم المدرسه اللي يضم المعلم والزملاء بالمدرسه. لاحظ الثالثه اللي حضرتك قبل شوي قلت انه انا 90% مما جاي يحدث هم من اصدقاء السوء، جماعه الاقران اللي هم الاصدقاء. لاحظت شلون؟ لما تبعد عن الاصدقاء، لاحظ مدرسه، اسره، مدرسه، اصدقاء. لاحظ الثالثه وسائل الاعلام، خطره جدا وسائل الاعلام في عمليه بناء السلوك. دور العباده شارك في بناء السلوك، الجماعه المرجعيه تشارك في بناء السلوك. فلاحظ عمليه التسلسل، هذه الادوار كل واحده من عندها لها دور في عمليه تاهيل وبناء الشخصيه. فلما اجي انا على المدرسه عد ما تكون، لاحظ الاتي. الان احنا مشكلات المدرسه موجوده، مثلا ضعف الوالدين، انه مراقبه ماكو، يروح الابن للمدرسه ما يروح، ماكو مشكله عنده. هذه وحده. المساله الثانيه الازدحام اللي يصير بالمدرسه، من الممكن يدفع الطفل الى انه هو يغادر المدرسه بسبب هذا الازدحام، لانه كثره الازدحام من الممكن ان يتولد سلوكا عدوانيا بين الاطفال. هذا السلوك العدواني اللي بين الاطفال يدفع قسم منهم الى انه هو يغادر المدرسه، لانه يعتقد انه من الممكن اذا بقى بالمدرسه راح يفقد اشياء، خلنا نقول مثلا يفقد حياته، يفقد دوره، يفقد إيمانه أن المدرسة هي بعد تربوي تتم عنده. فتلاحظ لما الآن تكون المدرسة بثلاث دوامات أو البناية صغيرة، كليتنا إحنا بأعمار كنا بالمدرسة كانت الساحة مالتنا كبيرة. ليش الساحة كانت كبيرة؟ ونخرج بها نلعب ونجي للصف هادئين، لأنه إحنا في الساحة نفرغ هذه الطاقة والشحنات اللي موجودة عندنا، اللي تخلينا هايبر اكتف، يعني تخلينا بنشاط زائد، بحيث انه احنا من نجي من الساحة مال المدرسة اللي نلعب بها ندخل للصف نصبح اكثر هدوءا، لانه احنا نريد عملية ارتياح. فلما المدرسة ضعف دورها نتيجة ضعف دور المعلم، نتيجة عدم توفر البنى التحتية في هذه المدرسة، جعلت من الممكن عملية التسرب والهروب من المدرسة مبرر للطفل إلى أنه هو يطلع من هذه المدرسة. فلهذا لما نعيد دور المدرسة من جديد ونعيد دور أهمية المعلم من جديد في المجتمع، راح من الممكن نساهم في نشر وعي، لأن راح يصبح المعلم عندما أنا أعيد دوره راح يصبح المعلم نموذج الطالب يقتدي به. كليتنا درسنا، كليتنا ما زلنا متأثرين بمعلمين درسونا بطريقة الحديث، بطريقة اللبس، حتى بطريقة المشي، لأن كنا نعتبره هو أمامنا نموذج نقتدي به. فإذا ما عدنا هذا الدور، من الممكن نساهم في الحد من عملية التسرب، وبالتالي إذا حدينا من عملية التسرب حدينا من خروج الطفل إلى الشارع واحتضانه من قبل جماعات أخرى قد تدفع به لممارسة هذه المشكلة، أو للانخراط في جماعات قد تدفع إلى هذا الوضع. زين، هسه استراحة شوية، استراحة جر نفس. حميد، خلينا ننتقل لعباس. أنت قضيتك أنا اختاريتكم سوية، لأن قضيتكم أعتبرها مشابهة، هو بالرمادي وأنت بكربلاء. نريد نثبت بين القضايا هي وحدة، ومصيبتنا مع المخدرات وحدة. واليوم الناس بدأت تتحايل وتعرف شلون ترتب قضية إليك وترتب لغيرك، والدليل هاي انتو كل واحد محكوم 15 سنة. مو؟ احكي لنا بشكل سريع شنو القضية مالتك؟ استاذ، انا جنود سايق تكتب على باب الله، معايش حياتي. عندي هذا ولد اسمه اكرم، وهذا اللي كسرنا. الشر اللي صعدته بتكتكان على باب الله، واحد صعدته. ومشيت ذبيته طلعت الدرب. لقيت مرابطة مال المخدرات.
فتشون القى عندنا المخدرات. انا ما هي اخذوني الاداره مال المخدرات بعد تعذيب وتحقيق وواي. انا ظن مولي. ايش قد مواليد؟ انا مواليد 99. 99؟ زين متزوج؟ عندك اطفال؟ عندي اطفال. زين عندك اطفال. ابتداء احكي لي شنو العداوه ويا هذا الشخص اللي بلغ عنك؟ هذا قبل فتره اكرامي من الغار. زين. فمشكله صارت. انا ما لي دخل بها المشكله. عبرت عليها 5 سنين هي 6 سنين. فطلعها سوا. حط المخدرات وشالني. هاي صار يعني شغله عائليه كانت بيناتكم؟ لا لا. ها. اي شغله عداوات. عداوات وياك بشكل شخصي؟ لا مو انا. ها. ولا احد من قرايبي. زين. لما انت عندك عداوه وياه شفته بالشارع وعشر لك ليش صعدت؟ ما انا يعني ما ببالي هذا الشيء عبرت عليها سنين هاي السالفه. ايش قد صار لها السالفه؟ صار لها 5 سنين 6. ايه؟ الشر احكي لي شلون ترتبت القضيه ايه؟ الشر ليش صعدت وياي سولفت قبل الماده هاي الكريستال طلعت لقيت المرابطه مال المخدرات شالوني. تعال اعترف الا اني لك والله مو وياه هو عاتب ليال ما تاكل عدل. صعدوني قاضي بداي حكيت وياه قلت استاذ مو انا بريء. قال هاي خمسين بحوزتك ما بريء. قال ما بريء نشوف بحوزتك. ايش قد هي اللي بحوزتك؟ 30 غرام. 30 غرام؟ زين. فنكرت يوم القاضي بداية رجعوني حققوا وياه مرة ثانية هم كتل وتعذيب وايد. الجبرد يقول انه ما راتب. الجبرد يقول ما راتب من كتل من تعذيب. سألت القاضي الجنايات حكم له 5000. على المادة 28؟ على المادة 28. زين. اللي اسمه عندك 30 غرام. انت يعني حكمت حتى مو على الترويج على على التجاره مو لا زين احنا نعرف العراقي ما يعوف حقه اذا انت هيجي قضيه عندك ويا ليش ما عشائريا مثلا احد راح قال لي ليش استاذ انا ما دخلت العشائر بالموضوع انا ما دخلت عشائر بالموضوع مو انا باوع عباس عندك من تحكي تكون توصل الناس اللي قاعد تتلقى تسمع من عندك وتشاهدك توصلها الى مرحله القناعه بان انت صدق بريء وتم وضع لك هذه ال 30 غرام تقدر توصل هاي القناعه للناس؟ انا جاي اسولف الادب استاذ هذا اللي صار يعني انت صادق باللي قاعد تقوله كله؟ اي صادق ابد ما مشتغل انت نقل أبد. مخدرات أبد. ترويج؟ أبد. زين حميد خلينا نكمل قضيتك. نعم استاذ. زين هذا الشخص خلى لك ايش قد 16000؟ قالوا لي 16 ما ادري 15000. 15 16000 حبايه. اي هيك بعلاقه شايل. بعلاقه شايل. بعلاقه؟ اي بعلاقه هيك مال هاي. انت هذا مو مثل قضيه عباس، هذا قضيتك بين بعض صاحبك بس تطلبه فلوس. اي والله. مو لو لا؟ اي والله. زين هذا ايضا طلعوه من القضيه مو؟ طلعوه بنفس اللحظه. بنفس اللحظة طبعاً طلعوه وأنا حطوها برقبتي. يعني تعاملوا إياه كمصدر أو مخبر؟ هو مصدر طبعاً أكيد لهم. حتى ما ذكروا من أنا قلت لهم هذا تابع لفلان غير يرفقونه مثلاً بالاعتراف مالي إنه الحب إلي تابع هذا ما رفقوا ما أنطوا اسمه. يعني هسة ما حطوا اسمه بالدعوة ما حطوا اسمه بالدعوة. يعني هسة قضيتك لوحدك. إيه. ماكو اي مشترك وياك عطهن برقبتي بعد هو طلع منها انه هو مصدر لهم تابع. زين ايضا انت انحكمت 15 سنه رحت للجنايات انحكمت 15 رحت صعد الجنايات قال ليش ما نكرت بالبدايه؟ اي قلت له بالبدايه هو القاضي طبعا احنا ما نريد ان بس تابع الجريمه هي هاي الجريمه المنظمه قبل حن على الجهه المختصه، الجهه المختصه هي المخدرات، ما انا مدون وكامل يعني هم بشنو بس صعدوا اوراق على الجنايات. قبل حكمني. قال لي انت معترف ناقلهم من هذا المكان حوزتك، ما ادري ناقلهم ما ادري تاجر ما ادري ايش كاتبين والله ما اعرف. قبل دانا ب 15 سنه. حكمنا ب 15 سنه. خليت محامي؟
خليت محامي ما سوى شيء، ظلم والله ظلم. يعني انت بحياتك ما متعاطي ولا متاجر؟ والله العظيم والله العظيم والله وريد الله يفرج لي، مظلوم 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 والله العظيم. وكلها الأغلبية هيش ناس كلها عجبوها على 28 كلها ظلم. شلون تثبت كلها ظلم؟ والله ظلم. لا اسمح لي، القاضي يتعامل مع المعطيات والقرائن اللي امامه مو لا؟ اكيد هو القاضي جاء تدوين قبل حكم علي. يعني المشكله برايك وين المشكله؟ المشكله بالجهه اللي تلزمك. بالجهه اللي لزمتك المشكله، مو بالقضاء. القضاء الجنايات، لا الجنايات مكافحه الاجرام، اي مكافحه المخدرات مثلا، او جريمه المنظمه، هي هاي اللي جاي باثناء التعذيب، واللي هاي يخلونك قوه يبصمونك على الاعتراف قوه، تريد ما تريد يبصمونك يصعدونك على القاضي. القاضي تجي اقوال هيك وهيك انت قايل، قايلها مو قايلها مبصمينك عليها قبل يحكمك على اقوالك، يقول لك انت ليش ما نكرت بالبدايه مثلا، يحكمك القاضي ما من نفسه. يعني انت وعباس بهاي القضيه مش شابين؟ يعني انا هذا ما راح طبعا يقتطع، وسبق وان ناشدنا السيد رئيس الوزراء اذا اكو مثل هذه الحاله واذا يصير ضغط اثناء التحقيق هاي الرسالة توصل بشكل مباشر. تشريعيا اعتقد من الممكن انه اصدار قوانين، وحتى اذا اكو قانون مكافحة المخدرات فمن الممكن يصير عملية شدة في تطبيق القانون. احنا كل ما كان اكو عملية التزام بتطبيق القانون بحذافيرة من الممكن انه احنا نقضي على اي ظاهرة. سيد الفاضل، الشخصية السلوك الانساني سلوك منمط، انه انت تستطيع ان تعلم وتدرب الشخص على اي سلوك انت تريده. فلما انا اقوي الجنبة التشريعية في اصدار القوانين اللي يكون الفرد امامها ينال عقوبة قاسية من الممكن تحد من الظاهرة. التنفيذية هي مراقبة ومتابعة هذه القوانين اللي تصدر، وايضا على التنفيذية انه توفر علاج للمشكلات اللي سببت خروج او اندفاع هذا الفرد نحو ممارسة هذا. لما انا اجي اعالج الجنبة الاقتصادية، موضوعة البطالة، اعالج ازمة السكن، اعالج الجنبة الاجتماعية اللي موجودة، انه انا اوفر اماكن خلنا أسميها بهذا المعنى للترفيه، حدائق، متنزهات، تطلع العائلة، يصير يرجع نفس الالتئام بين العائلة وأفرادها، من الممكن أني أحد. إذن أنا علي أعالج موضوعة جنب اقتصادية اللي هي البطالة، وموضوعة أزمة السكن هذه مهمة جدا، لأنه يعني من الممكن انه انت البطالة تدفعك الى انه انت تروح التاجر بالمخدرات في سبيل انه اعتقادا من هذا الشخص اللي هو يمارس هذا السلوك، اعتقادا من انه هو يريد يوفر نوع من الحياة او نوع من المعيشة لافراد عائلته. اذا الجنبة هي اكثر منها تكون اقتصادية على حساب بقية، ايضا على بقية كل مؤسسات سواء الإعلامية، سواء مؤسسات مجتمع مدني، سواء مؤسسات قانونية، العمل على إعادة بناء المنظومة القيمية من جديد، لأنه عمليات الحصار والحروب والمشكلات اللي واجهت المجتمع جعلت هذه المنظومة القيمية تهتز. فحتى على مستوى العشائر والبعد الاجتماعي، أنه من الممكن مجلس عشائر يساهم في عملية طرد، خلع، احنا بالعامية يسموه كسر للشخص اللي يمارس مثل هذه السلوكات، قد تحد من هذه. وارجع انا اقول نفعل ادوار يعني بعمل منسجم متناغم مع مجموعات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، الداخلية، الدفاع، التربية، التعليم العالي بشكل عام، احنا حتى نقلل من هذه المشكلة حتى نصل إلى القضاء عليها. كمنظومة قيمية الفرد العراقي يأثر به البعد القيمي بشكل كبير. ليش؟ لأن هو يستمد هذه القيم من مصادر يعتقدها من الصحة
والدقة ما تجعل انه هو يؤمن بها. فلهذا من الممكن انه احنا العمل، لكن هو فوق كل هذا يأتي انه هو خلنا نسميه الالزام بتطبيق القانون، حتى انا احد من على الاقل اندفاع الاخر نحو انه يمارس هذه الجريمة. والله العظيم والله العظيم والله ظلم بظلم، وكلها سواها تجارة، كلها 28 جايبين هنا نايمة، الناس كلها مظلومة وتجارة والناجدة كلها. لا لا، انت لا تقول تجزم وتقول كلها مظلومة، لا، نصورنا هواية من الناس عفوا متعاطين مروجين متاجرين اكو موجودين باعترافاتهم. نعم. حتى اثناء اللقاء يعترفون. نعم. بس احكي عن نفسك انت، قول القضية اللي تخصني مظلوم تم تلفيقها لي. اقول لك ايه، والله العظيم رفقوها لي وكسروا مرقبتي بيها، وانا عندي 5 اطفال، برقبتي 5 اطفال، 3 بنيات وليدي ويتمهم. يعني انت الكارثه صاحبك اللي 9 ملايين تطلبه. اي والله، حتى لا يعطيك 9 ملايين كسر رقبتي. كسر رقبتك ب 15 سنه. والله العظيم والله والله كل كلام عليه الله. الاهل العشيره سكتوا على هذا الموضوع؟ طبعا ما يسكتون، طبعا ما يسكتون، ما يروح حق وراء طليب، يعني ما يروح حق وراء طليب يعني. ان شاء الله. ايش صار لك انت بالسجن؟ صار لي سنه. ما اكو شيء؟ راجعوا راحوا وتفاهموا ويا اهله لو ماكو شيء؟ لا، هو طبعا منهزم شارد، مو موجود. ها، مو موجود. ما موجود شارد. هو علي سوابق يعني هم مطلوب يعني بالمخدرات، علي مذكرتين ان علي سوابق، هذا الرجل علي سوابق بالمخدرات، دعوتين علي هو هذا. فأنا من صعدت، من ودوني للجهة المختصة قلت لهم أنا تابع هذا، وصعدت علي شاهد متهم هو هذا الشخص، هو هذا الشخص صدرا بمذكرتين يعني من القضاء. يعني هو أصلا متاجر بالمخدرات؟ يعني من أنا عرفته بهاي، من دخلت علي مذكرتين بالمخدرات، يعني علي سوابق هو يشتغل مصدر، يشتغل مصدر هنا ويا جريمة المنظمة. شنو اللي يثبت من هو يشتغل مصدر؟ يثبت اللي مصدر اللي لزمني، جاب الحب هذا وصعد وياي ولزمني، هو هدوه وانا بقون وحطوهن برقبتي. شلون ما يثبت هذا؟ انت لما القي القبض عليك، نعم، شو تثنيكم بالسيارة؟ اثنيننا بالسيارة. وين التريلا مالتك؟ لا لا، سيارة تجيب عندي، سيارة صغيرة. اي صغيرة؟ صغيرة. قال لي توديني للمستشفى، عندي مريض انا، بس نودي الملابس لنا بعلاقة هيك، يا اخي انا اقوم افتشن. صعدت وياي مسافة قصيرة، ماكو 4 كيلوات من جبته للمدينه، داخل المدينه لقيت هاي الجريمه المنظمه كلها لبس مدني، مسدسات وبراسي. يعني معقوله اكو هيك ناس؟ والله ايش بشر، بحيث انت الطلبه مسوي العمل انساني كسر رقبتك حتى لا تدك الفلوس؟ والله وكلام الله، كلام الله وكلام الله، وانا بشده واريد الله ينجيني، ومحكومه 15 سنه برقبت اطفال. والله العظيم سواها بي، والله العظيم. واكو هاي الشغله وازواج. شنو من بشر هذا؟ ايش قصر لك تعرفه؟ اعرفه يعني احنا قديم، يعني من 2014 اعرفه. من 2014 اعرفه هو هذا الشخص. يعني وانا مسوي عليه فضل، يعني واقرض فلوس مرات انطيه، من يحتاج انطيه، وما عندي يعني وياه شيء، بالعكس. بس شنو اللي خلاه ينقلب على امره ويسوي بيه هيك؟ لاحظ دوليا مافيات العالم معروفه انه يمارسون مثل هذا التجاره. مارسون تجارة المخدرات، يعني يمكن اطلاعنا يخلينا نعرف انه اكو حتى شخصيات على مستوى العالم مارست هذه، وكانت مؤثرة في مصدر القرار في دولها يعني لهذه الدرجة. ويمكن اللي عرفنا عليها بالاضافة للاطلاع مالتنا انه هم ايضا عملوها على شكل افلام وروجوا لهذه الصور، وهذه هم جنبة خطيرة انه من الممكن تجعلنا نتأثر بهذه الشخصيات. موضوعة الانتقام، هو متى يندفع الفرد للانتقام من الآخر؟ هذه الجنبة النفسية فيها انه عندما اكون انا غير قادر على المواجهة بشكل مباشر مع هذا الشخص امامي، فاسعى بكل صورة الى انه انا اوقع به حتى انال ما اريد، اني يعني حتى يحقق لي حالة رضا لنفسي انه انا عندما هذا الشخص اللي امامي اكون غير قادر على مواجهته، فبالتالي ابدي اعمل على انه انا كيف انال منه، يولد لي نوع
من الارتياح، فبالتالي يقل عندي هذا الشعور بالخجل الناتج جراء فشلي من مواجهته. هذه جنبه نفسية. الآن عملية الانتقام الجنبة القانونية في عملية التعامل معها. لاحظ يعيبون على المجتمعات العربية أنه أكو مجموعة من القرارات تصدر الغرب يرفضها، يقولك على أساس أنه أنت مثلا تقتل هذا لأنه هو كان قاتل واحد من نفس العشيرة اللي هو الثأر. بالغرب يقول لك لا، أكو قانون تعال حاسبة، اللي يقتل راح يكون كذا، حتى أكو حالات قتل الفتيات أو كذا. هذه تتبع منظومة مجتمعية، منظومة مجتمعية أن المجتمع معظم سلوكاتنا قائمة على العرف الاجتماعي، أنه يحدد العرف الاجتماعي. فبالتالي عملية الثأر أو عملية الانتقام يفترض أنه بالجنبة القانونية يتم معالجتها، أنه هذا اللي وضعوا له هذه المواد. يعني لابد أنه ينوجد مجموعة من الخبراء على مستوى عالي من الدقة في عملية اكتشاف هل هذا كان عملية شو نسميها الانتقام، أنه هذا الشخص يعني أوقع به أم لا، هو فعلا يمارسها عن طريق يعني الأدلة، عن طريق التحقيقات، عن طريق يعني كشف موقع الحدث حتى يبين أنه هل كان هذا هو أوقع به أم كان عملية انتقام. وهذه إذا انتشرت يعني الحالة اللي ذكرتها حضرتك، يعني بهذه الحالة راح يصير يفترض أنه الشخص يكون أكثر حذرا في التعامل. يعني سائق التاكسي مثلا ينتبه للشخص اللي من الممكن حامل غراض ويا أخاف بها فتشي. أنا إذا موقف سيارتي في مكان معين لا بأس أنه أنا أباوع عليها إذا وضع عليها شيء أو كذا. يعني الراد تقريبا حيطة وحذر من مثل هذه السلوكات. لكن تسألني تقول لي هي موجودة كحالة انتقام؟ إحنا منظومة اجتماعية، عملية الثأر أو الانتقام فيها جزء كبير من محددات سلوكاتنا. هاي النفس البشرية كل شيء توقع من عنده، بالذات الإنسان إذا ما عنده عقيدة وما عنده أخلاق وما عنده دين يسوي كل شيء. زين عباس، أنت قضيتك يعني حاليا واقع حال، سواء هو خلالك 30 غرام أو مو هو، يعني أنت بخلص أصبح من المسلمات موجود هنا، والولد خلص تركتوه غير اللي الولد برا بالشارع. زين أنت برأيك اللي مثل هاي الحالة، أنا هواي العشرات سمعت بيها والبعض منهم أيضا صورناهم بالتاكسي بتوك توك بغيرها، يخلون مثل هذه الحالة أو يعني مخدرات أو ينقلوها عن طريق التوك توك وغيرها. زين شو نسمي الإنسان اللي يوقع بمثل وقعتك؟ نقدر نسميه مغفل لو طيبة لو شو نسميه؟ ما أعرف أستاذ. وهي راح تتكرر، صارت وياك راح تتكرر لغيرك. يعني أنت أبو تاكسي يشتغل على باب الله وصعد ويا واحد شايل علامة. زين إيش مدري يا أبو تاكسي وش؟ ما يعني شلون يذبه ويرجع يفتش السيارة أو يفتش التكسي؟ يعني ما ترى هو على باب الله شلون؟ أنا ما أنا غير بس رب العالمين اللي يقدرنا من هذا الشيء. بس أنا أرجع أقول لك، أنت بحياتك قلت لي أنا متعاطي ولا متاجر؟ لا متعاطي ولا باي. يعني أنت بريء؟ بريء. ها؟ بريء. واثق من هاي الكلمة البريء؟ واثق استاذ. ابد ما مسويها بحياتك. وانت كذلك الله شاهد علي. انت حلفت لي صار اكثر من مره بهذا الموضوع. باري. مو لو لا. ايوه. احنا نقول لعله القانون العفو العام، قانون العفو العام يعني يشملكم. انا اعتقد هو معلوماتي الاوليه تقول المتاجره ما مشمول. زين المتاجرة بالمخدرات، وانتم اثنينكم محكومين على التجارة، بس موضوعكم اللي شدني وخلاني اخذكم سويا بين قضياتكم، يعني قضيتكم بالشارع، قضيتين بالشارع. انت تقول شخص عداوة خلالي شاهد الله علي استاذ، انا يقول لك شاهد الله علي جاي يسولف لك، يعني ما كل حرف كذب كله هو لنفسك. احنا نوضح للرأي العام، وايضا انت قضيتك جانب انساني
جازاك بي خلالك. نعم. مخدرات. اي والله. زين. دعواتنا لكم ان شاء الله بالفرج القريب. امين. انا والله شو احكي لك؟ انا سويت عمل انساني وهاي جازوني بهذا الشيء يعني. فاريد انصح اصدقائي والشباب والاغلبيه اللي يسوي حتى عمل انساني يكون حذر من هاي الشغله. يكون حذر هسه ان اغلبيه قام اللي يكرهك هيك يسوي بيك. فهاي على وجه رسالتي للناس والاصدقاء، يكون حذرين حتى اذا راد يسوي انسانيه يعني. وهاي يعني ايضا نقول ممكن اي واحد اليوم تطلب يكرهك، يفتح صندوق سيارتك، يخلي لك الفتح ينفع عليك. اي يكون حذر يعني، حتى الانسان يعني اليوم تطلبه يعني تكون حذر من عنده، يعني تخاف يفتح صندوق سيارتك مثلا، كون ظل محتذر يعني من عنده، يحط لك شيء هذا، يحط لك بلا هذا، هاي المخدره يروح يكسر قبتك. انا اوصي اصدقائي واناشدهم واصحابي واغلبيه الشباب يعني اللي مثلي يعني يبتعدون عن هذا الشيء، يبتعدون عن ال يعني يكون حذرين حتى اذا راد يسوي انسانيه. انا اطالب الشباب يعني انه تترك هذا الشيء المخدرات ويديرون بالهم، خاف احد يسال وياهم كان عداوه وياه او كراهيه او اي شيء يحجزه انه يذب له مخدرات او شيء يكون يتكسر ويقبل هذا المكان. وايد شفت انا الحالات هنا انه جابينهم سيارات بتكتيك بالمحلات اكياس مال المخدرات وايد. فاتمنى كل الشباب اللي كان اصدقائي اقاربي انه ما يقعون بهذا الشيء، يكونون حذرين لانه هواي ابرياء جوا بالسجن من وراء هذا الشيء. مدار خلف القضبان. المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع تعلن عن الإطاحة بخمسة من تجار المخدرات والآثار والابتزاز في بغداد وكركوك وتحرير مختطفة في ناحية الرشيد. اللجنة القانونية النيابية تكشف عن المواد والمقترحات التي قدمت على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما أكدت أن البرلمان سيصوت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. جهاز أمن إقليم كردستان الأسايش يعلن اعتقال 73 متهماً بتعاطي وتجارة المواد المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. جهاز الأمن الوطني يعلن عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات شرقي بغداد. القوات الأمنية العراقية تتمكن من ضبط 10 كيلوغرامات من المواد المخدرة بحوزة 2 من الأجانب بمحافظة واسط المحاذية لإيران. إذن تشابه ما بين الحالتين من محافظة بابل ومن محافظة الأنبار. شفتوا القضية متوزعة بالتساوي على محافظات العراق، هي أشبه بالحرب الناعمة على شبابنا، خلاهم يتفننون في قضية المخدرات مو فقط للانتعاش، لا هي أيضا أصبحت قضية انتقامية. أيضا من خلال متابعتنا لآخر الأخبار العاجلة لملف المخدرات، محافظة الأنبار تشن حملة غير مسبوقة لملاحقة مروجي والمتاجرين بالمخدرات، أيضا إلقاء القبض على عصابة وبحوزتها أكثر من 10 كيلوغرامات في محافظة ميسان، أيضا في محافظة المثنى إلقاء القبض على عصابة وهي بحوزتها أكثر من 5 كيلوغرام، وهكذا تتوزع. يمكن احنا في كل أسبوع نستعرض، واستعرضنا في حلقة اليوم أيضا في موجزنا، الأعداد الكبيرة من المخدرات اللي تصل كما قلنا في بداية الإحصائية إلى الأطنان. إذن كانت لنا رسالة وعبرة في حلقة هذا اليوم بأن ممكن أن تكون ضحية، لذلك إذا أنت تكون في مشاكل مع ناس تعتقد بأن لك أعداء عليك تفتيش حتى سيارتك. شفنا هذا أبو السيارة الكبيرة وهنا أنا أبو التوك توك، خلوا لهم البضاعة ومن ثم ألقي القبض عليهم. أكو مشكلة هنا أيضا، إذا أنت صعد وياك شخص بالذات سائق الأجرة، يعني إذا ألقي القبض على الشخص يعني أنت راح توقع بمشكلة. هنا نطالب
من القانون بأن يكون أكثر رأفة وتفهم بهذه القضية، لأن في أكثر من مرة التقيت ببعض السجناء وهم فقط يعملون كسائقي أجرة، وبالتالي ألقي القبض عليهم في قضية ومواد اشتراك. ألتقيكم الأسبوع القادم وملف جديد في برنامج مدان خلف القضبان.